تسأل عن الرياجيل الأبطال أهل المتون اللي تشيل الثقيلة حلالة الصعبة بالجاه والمال شوخ الحمايل كاسبين الجميلة عليك باللي وقفت تشرح البال طلال بن فحان فخر القبيل تشهد له الهيلة من الجال للجال وترفع له البيضة برأس الطويلة ما يستمع في عالم القيل والقال لا يرتخي مع عاشقين الرذيلة ولا ينجرف خلف المظاهر والأشكال جليس الأصحاب صرحها الشيخ.